انضمت الفرق الصحية الجوالة إلى حملة تعزيز اللقاح الروتيني للأطفال دون 5 سنوات التي أطلقتها وزارة الصحة بداية الشهر الجاري في المراكز الصحية بجميع المحافظات. نحن عندنا قاعدة بتقول عدم استكمال اللقاحات تساوي عدم التلقيح، لهيك كل سنة بتعمل وزارة الصحة حملة لاستكمال اللقاحات بنسميها حملة التعزيز الروتيني أو متابعة المتسربين. نحن من أول الشهر بلشت وزارة الصحة هي الحملة بسبيل أنه نصل للناس يلي ما أخذوا لقاحاتهم أو نقصهم أي لقاح. الشهر هذا كله هو حملة متابعة متسربين بالمركز، يعني بيراجعونا على المركز، وكان الإقبال كثير ممتاز. هلا من 22 ل 26 هو فرق جوالة عم نطلع باتجاه البيوتون وعم باتجاه الحارات، عم بيراجعونا عن طريق الفرق الجوالة، يعني حددنا الخمس أيام هدول فرق جوالة، بس الشهر كلياته متابعة متسربين. احنا اول شيء نحن بنظبط اللوجستيات اللي لازم تكون موجوده بالمركز، فالحمد لله كلها تمام. طبعا عندنا متابعه ومراقبه لسلسله التبريد لارصده اللقاح، كله كان هذا مهيئ من قبل الحمله. كوادر على راس عملها من الصبح، يعني من 8 وربع بيكونوا هون بيجهزوا الامور، وبيبدا التلقيح من الساعه 8 ونص. العدد استهدفته الحمله حوالي 772، هلا صرنا ملقحين حوالي 260 طفل. يعني مراكزنا نفذت حملة تواصل قبل البدء بالحملة، فرق الإعلام كانت جاهزة وعملت زيارات منزلية، عملوا جلسات تثقيف صحي بمراكزنا الصحية، تم الاجتماع بالفرق وتم تدريبها على مستوى عالي. حاليا عم تتنفذ الحملة بدمشق ب 39 مركز صحي وب 33 فريق جوال خلال هذا الأسبوع. قدرنا نسبة التسرب على مدى عدة سنوات بحوالي 17%، وبالتالي الهدف تبعنا بالحملة حوالي 4200 طفل متسرب عم نشتغل عليهم. إن شاء الله يتوقع هالأسبوع إن يزيد أعداد اللي نتابعهم نعطيهم لقاحات المستحقة بالنسبة لهم. هدفنا 650 طفل متسربين. كانت عنا قبل بأسبوع هي حملة التواصل حتى نحصي الأرقام وندفع الناس للقاح، وطبعا كان شهر كامل مفتوحة خدمة اللقاح يوميا بكل المراكز. هذا الأسبوع حتطلع 3 فرق جوالة لمناطق مستهدفة بالنقص في تسرب كتير بالأطفال، أنه نغطيها إن شاء الله. برنامج اللقاح الوطني عنا بيحمي من كتير أمراض، يعني بيحمي من أهم الأمراض اللي هي كانت بيوم من الأيام هي سبب وفيات الأطفال. يعني إذا ما قدروا يوصلوا للمراكز الصحية بالأوقات المحددة، فالمفروض أنه يشوفوا الفرق الجوالة اللي هن متواجدين عنا. هلأ بهي الحملة أنا عندي 3 فرق جوالة، في فريقين بحي الزهور لأنه هي منطقة فيها متسربين كتير، وعنا فريق بدف الشوك. أنا بنتي أنا ناقصها كان لقاح، لأني كنت أول شيء مسافر وما بعرف إنه في لقاحات لإلها، وكان معي دفتر أنا بس ضاع. هون الآن سات يعني طلعوا لي دفتر جديد وعطوني كل شيء يعني من عندهم. كل أطفالي أنا بلقحهم تمام، على موعدهم وتمام الحمد لله، لا أمراض ولا أي شيء بالحمد لله بصيبه. هلا هي آخر بنت عندي، يعني أصغر شيء الحمد لله آخر لقاح، خلصت لها لقاحات والحمد لله ما في أحسن من هيك.